عودة من جديد مستمعينا ومشاهدينا على هو البانوراما. فأما ورجعنا للدكتور محمد نصار. اليوم بنتكلم عن الفرق بين إبرة الفيلر العادية والكالسيوم أو شيء. سعد الله مساك يا دكتور، حياك الله معنا على هو البانوراما. فهم مرحبا، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ أهلا وسهلا فيك، إن شاء الله تكون بخير يا دكتور. اليوم في ناس تلخبط أو في ناس يمكن ما عندها فكرة إنه في إبرة اسمها إبرة الكالسيوم. نبغى نعرف إبرة الفيلر اللي هي تعمل تعبئة للوجه، والفرق بينها وبين إبرة الكالسيوم دكتور. صحيح شادي، معك حق. صراحة كثير تجيني أسئلة على حالات إنه دكتور إيش الفرق بين الفيلر العادي أو الفيلر الكالسيوم. خلينا نحكي هلا شوي عن الفيلر العادي. الفيلر العادي هو عبارة عن الهيالورونيك أسيد أو هو حمض الHA. طبعا هو بيكون بعطينا فوليوم وبيكون إجراء تجميلي أكثر، تقريبا بقدر أحكيه في كل أماكن الجسم، بتدوم مدته من 6 إلى 8 أشهر، تعتمد على اللايف ستايل أو على نظام حياة كل شخص. مثلا الأشخاص اللي بتلعب رياضة، الأشخاص اللي الفيشل إكسبريشن عندهم عالية، الحرارة والمشروبات الساخنة، كل هاي العوامل بتقلل مدة استمرارية الفيلر. هاي بالنسبة للفيلر العادي. أما الفيلر الكالسيوم هو الفيلر اللي كتير تيجينا عليه أسئلة، هو ما يعرف ب كريات الكالسيوم، أو لو نحكي اسمه العلمي اللي هو الكالسيوم هيدروكسيل أبيتايت. وهو عبارة عن مادة بيضاء بتكون عالية الكثافة وقوام المادة نفسه سميك. وخلينا نحكي أنه بيختلف عن الفيلر العادي، أنه الفيلر العادي بيكون إجراء تجميلي، بس فيلر الكالسيوم بيكون إجراء علاجي، حيث أني بحفز من خلاله الكولاجين والإلاستين اللي بالبشرة، وأيضا جسم الإنسان بيمتصه وبيكون منه نسيج جلدي جديد حتى بعد ما يروح الفيلر. هاي هي ميزته، انه حتى بعد ما يروح الفيلر بعد سنه ونص بضل في عندي نسيج جلدي جديد بتكون من الكولاجين تايب A وتايب C، فبيستمر عندنا النتيجه لمده اطول. طبعا من اهم استخداماته تفضل يا طاعتك. انا لا تفضل، كنت بسال تقريبا نفس السؤال، متى نستخدم الفيلر العادي ومتى نستخدم الكالسيوم؟ هلا انا برايي الفيلر العادي بحقنه في كل اماكن الجسم، ممكن احقنه بالشفايف، تحت العين، في كل اماكن الوجه او الجسم. بس بفيلر الكالسيوم بما انه الماده عباره عن ماده بيضاء وكثافتها عاليه، فانا برايي يفضل استخدمه في 3 اماكن، اللي هم منطقه الوجه، في الفك والخدود، او منطقه اليدين، او منطقه الرقبه، بحيث انه صعب احقنه في الاماكن الرقيقه او بتسميها السوفت تيشيو، اللي هي انا ما بحقنه بالشفايف وما بحقنه بمنطقه الجفون وتحت العين، عشان ما يعمل لي اي تكتلات او اي سايد افكت لقدام، اللي هي المنظر الابيض اللي بيكون ظاهر في الوجه. فأنا بس بحقنه في الوجه واليدين والرقبة، وممكن في إبراز عظام الفك والهذا. هلأ أهم إشي إنه في الفيلر الكالسيوم هو في ميزة وعيبة بنفس الوقت، خلينا نحكي إنه بيستمر لمدة 1.5 سنة، فبعد 1.5 سنة مدة طويلة بيظهر نتيجة. بس 1.5 سنة اللي بيفرق عن الفيلر العادي إني أنا صعب أذيبه، يعني الفيلر العادي إذا صعب الذوبان الحالة ممكن أذوبه، أما فيلر الكالسيوم لازم يقعد 1.5 سنة صعب إني أذيبه. فهاي هي خلينا نحكي العيبة أو المشكلة الوحيدة اللي فيه، إني أنا صعب أذوبه. هلا مش إنه ما بروح، بعد 1.5 سنة بروح، بس قبل 1.5 سنة صعب إني أذوبه. طب دكتور، بما إنه هو يعني له فائدة زي ما سمعنا حضرتك بتقول له فائدة، ليش أصلاً ليذوبوه؟ هل ممكن يتكتل عشان كذا الشخص لازم يعني يفضل يذوبه؟ هل في يحصل تكتلات يعني؟ بالضبط معك حق. هلا أهم إشي هو استخداماته، أهم شيء بعمل فيه فوليوم أو كونتور أو شد. بس في مثلا ممكن الحالات اللي بتطلب الفوليوم، أنت بعد ما تحقن المريض ممكن لما يشوف نتيجته ما يعجب في النتيجة، أو يحكي لك أنه أنا كان بدي فوليوم أقل من هيك، أو النتيجة كلها ما تعجبه، فبصير بده يذوبه. فعملية تذويبه بعد 1.5 سنة ممكن، بس قبل 1.5 سنة صعب إني أذوبه. فهي هي المشكلة الوحيدة اللي فيه، إنه غير قابل للفك يعني قبل 1.5 سنة. نعم. وطبعا هنا مين اللي يحدد دكتور، آخر سؤال بما أن الوقت داهمنا، مين اللي بيحدد إذا الشخص يحتاج إبرة فيلر أو إبرة كالسيوم، فيلر عادية أو كالسيوم، مين اللي بيحدد هنا؟ أنا صراحة أول إشي بيعتمد عنا على السن، يعني يفضل استخدامه للأعمار الكبيرة شوي، خلينا نحكي بال40 بال50، لانه بصير في عندنا لوزينج اوف تيشيو، وبصير في عندنا ساجينج فيس اللي هو خلينا نحكي الفيس المترهل. فكتير في ناس بيطلبوا انه وجههم يشد من غير ما يكون في اي فوليوم، فبستخدم ابره الفيلر. هو عباره عن اجراء امن وفعال، يعني ما في اي الم، ولا بس ممكن يكون في عندنا شعور مزعج شوي للمريض، يعني انه مش احسن شعور، بس ما في اي الم، واجراء امن وفعال. وعشان تظهر نتيجته في نفس الوقت، وعشان يأخذ الماكسيمم ريزلت، أو خلينا نقول النتيجة النهائية، يستمر لها بعد 4 أسابيع. نعم دكتور محمد نصار، شكرا لك وجودك معنا وعلى هالمعلومات المفيدة، حياك الله. شكرا كثير على الاستضافة، وثانكو لكم، أهلا بكم، سعيد.